مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي الجزائري هي مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الاتصال، وتعد عضواً نشطاً في العديد من المنظمات على الصعيد العربي الإفريقي وكذا الدولي. وتتمثل هذه المنظمات في الاتحاد الدولي للاتصالات، اتحاد الإذاعات الأوروبية، اتحاد الإذاعات العربية، اتحاد الإذاعات الإفريقية، واتحاد الإذاعات الإسلامية. وها هي تعمل جاهدة لإنجاح شان الجزائر بالتنسيق مع مختلف القنوات والإذاعات العالمية والعربية، ولتعطي دفعا قويا لنجاح الشان. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.